قبل كده وحاولنا نوعي المشاهد يعني ايه طاقة شمسية، بس انا حابة اسألك السؤال تاني وتقولي مفهوم الطاقة الشمسية او معنى محطة الطاقة الشمسية ايه؟ هو الطاقة الشمسية احنا نقدر نستفيد منها في الحقيقة بطريقتين. احنا عندنا في الشمس في حرارة، فنقدر نستفيد منها في القطاع السكني او القطاع العقاري في تسخين المياه، وده يعني النظام بسيط عن طريق السخانات المياه الشمسية، ودي يعني موجودة من زمان. دي ممكن تبقى موجودة في اي بيت؟ دي ممكن تبقى موجودة في أي بيت، لأن هي يعني فكرتها بسيطة جدا. هي عبارة عن زي مواسير مياه، المواسير المياه بتبقى معرضة للشمس في شكل سخان شمسي، بندخل لها مياه باردة بتطلع المياه بتسخن. سخنة عشان هي معرضة للشمس بالظبط، صحيح. فتقدر تغذي المبنى يعني أيا كان حجمه. بتعمل تصميم للنظام، نحدد عدد السخانات اللي مطلوبة. دي متناول يعني متناول الجميع ده. الجزء ده هي في متناول الجميع ومتاحة وموجودة، ولكن طبعا بيبقى فيها اعتبارات أو ليها اعتبارات فنية. من الأساس بيبقى يعني محتاجة تأسيس في طريقة مشي المواسير وكده جوه المكان أو جوه البيت. وإن كان برضو حتى لو البيت ساكن، ممكن جدا كمان يعني الوصلات والتوصيل للسخان ممكن تجهز بعد التشطيب، ما فيش برضو فيها مشكلة. فهي متاحة، ممكن أي حد يقدر طبعا يستخدم. ممكن نستخدم الطاقة الشمسية في إيه تاني يا باشمهندس؟ الطاقة الشمسية كمان ليها تطبيق تاني، هو الاستفادة من ضوء الشمس في توليد الكهرباء، وده تطبيق تاني مختلف عن تسخين المية. الألواح الكهروضوئية، في ألواح طاقة شمسية، الألواح دي لما بينزل عليها ضوء الشمس بتولد كهرباء، دي يعني مختلفة عن موضوع تسخين المية. فمن خلال توليد الكهرباء احنا نقدر ناخد الكهرباء اللي طالعه من الواح الطاقه الشمسيه، نقدر نستفيد بيها ان احنا نشغل بيها الاحمال اللي موجوده عندنا في البيت. ازاي الطاقه الشمسيه بتوفر الاستهلاك على المدى البعيد؟ طيب احنا عشان نشتغل بالطاقه الشمسيه احنا ممكن نركب محطه طاقه شمسيه بتنتج كهرباء، ودي حاجه جديده يمكن غايبه عن يعني ناس كتيره، في ان احنا ممكن نعمل نظام تبادل الطاقة مع شبكة الكهرباء. يعني أنا بدل ما بستهلك كهرباء بس، بركب عداد وبستهلك كهرباء وبدفع يعني فاتورة مقابل استهلاك الكهرباء، فأنا كمان ممكن أركب محطة طاقة شمسية. المحطة دي بتنتج كهرباء، ففي جزء من الاستهلاك بتاع المحطة بالظبط كده هيقلل لي الاستهلاك. احنا بنتحاسب في الكهرباء بوحدة اسمها الكيلو وات ساعة، فمثلا أنا لو بستهلك 1000 كيلو وات ساعة في الشهر، فلو ركبت محطة طاقة شمسية بتنتج في الشهر متوسط مثلا 800 كيلو وات ساعة، فأنا قدرت أقلل تقريبا 80% من الاستهلاك اللي أنا بستهلكه، فالفاتورة بتاعتي هتقل بنسبة 80%. وهتبقى موفرة على المدى البعيد. ما هي طبعا، لأن محطات الطاقة الشمسية اللي من النوع ده يعني عمرها الافتراضي المفروض 25 سنة، والمصاريف بتاعت الصيانة بتاعتها يعني تكاد تكون لا شيء، يعني قليلة جدا، لأن هي ما فيهاش أي حاجة مستهلكة محتاجة إن هي تتغير كل فترة. طيب باشمهندس، لو احنا اتكلمنا بشكل عام، ايه التحديات اللي بتقابل الطاقة الشمسية في مصر؟ والله هو تحديات الطاقة الشمسية يعني اولها لسه الوعي يعني ما زادش لدرجة ان الناس كلها الناس تبقى فاهمة الناس تبقى عارفة ان في نظام اسمه صافي القياس، وان هم ممكن يركبوا محطة طاقة شمسية، وان هم ينفع يعملوا نظام اللي هو الصافي القياس ويعملوا تبادل للطاقة ويتحاسبوا على اساس الصافي. فموضوع التوعية، وإن كان في برامج كتيرة اتعملت على يعني مدار الكام سنة اللي فاتت، إلا إن لسه برضو موضوع الوعي ده محتاج يزيد شوية. ده أولا. ثانيا، الموضوع محتاج برضو دعم، لأن برضو أحد التحديات الكبيرة قوي في الطاقات المتجددة والشمسية تحديدا هي التكلفة العالية. التكلفة العالية في الأول، ولكن هي تعتبر هي حاجة منتجة أو يعتبر استثمار، فهو التكلفة دي بتدر عائد على اللي بيركب محطة طاقة شمسية، ان هي بتوفر له يعني مبلغ معين كل شهر، وبالتالي يعني تعتبر زي ما بنقول كده بتجيب ثمن المحطة في خلال مثلا 5 أو 6 سنين. هي بتبقى بالكتير. مكلفة في بدايتها او بداية يعني ان احنا نعملها وفي المشروع بتاعنا، بس بعد كده بتوفر في على المدى البعيد. لان انا يعني لو انا مثلا ركبت محطة ليها تكلفة معينة، فهي هتوفر لي في السنة تكلفة تقريبا يعادل 20% من تكلفة المحطة، فإذا بعد 5 أو 6 سنين هكون تقريبا استرديت كل تكلفة المحطة، والمحطة هتستمر للعمل على مدار 20 سنة. بعد كده هتبقى خلاص تقريبا ما فيش تكلفة، وبالعكس هي كل سنة بتوفر لي الجزء من الفلوس. ده غير ان هي طبعا الارتفاع بتاع أسعار الكهرباء على مدار السنين هيخليني برضو يعني مش حاسس بالموضوع ده، لان الكهرباء تقريبا خلاص انا خلاص يعني بنتج جزء او النسبه الاكبر منها ليا انا،
فأصبحت مهما التعريفة بتاعت الكهرباء بتزيد، أنا بالنسبة لي مستفيد أن أنا موفر الكهرباء بتاعتي من محطة الطاقة الشمسية اللي أنا دفعت تكلفتها أوريدي مرة واحدة يعني. صح.